أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الجديدة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، نبدأها اليوم من محافظة الغربية، حيث وجه أعضاء نادي النيابة الإدارية في طنطا انتقادات قوية للمستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بسبب عدم اعترافه بأعضاء النيابة الإدارية كهيئة قضائية ورفضه تمثيلهم في وضع مواد الدستور الجديد. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي برئاسة المستشار محمود راجح. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف زميلنا الصحفي محمد عوف من طنطا. محمد أهلا بك معنا، ما هي القرارات التي اتخذها أعضاء النادي في الجمعية العمومية الطارئة؟ نعم زميل أيمن، يعني هي عقدت مساء أمس جمعية عمومية غير عادية لأعضاء النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمود راجح بطنطا، ردا على موقف المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والذي يرفض اعتبار أعضاء النيابة الإدارية ضمن الهيئات القضائية وحرمانهم من التمثيل في الدستور الجديد. وخلال الجمعية العمومية شن أعضاء النادي هجوما شرسا ضد المستشار الغرياني، واتهموه بتعمد تأخير الانتهاء من وضع الدستور الجديد لأسباب شخصية. انتهى اجتماع الجمعية العمومية بالأمس بقرار جماعي بتعليق العمل بالنيابات والمكاتب الفنية والدعاوى التأديبية لأجل غير مسمى، ومخاطبة أعضاء اللجنة الماء بالجمعية التأسيسية بخطابات لكل منهم على حدة بها، يعني هذه الخطابات بها مذكرة شارحة للوضع القانوني والدستوري للنيابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد المالي والإداري، والتأكيد أيضا على أهمية وضرورة النص عليها في باب السلطة القضائية مع استمرار انعقاد الجمعية العمومية انعقاد دائم لحين تحقيق مطلبهم، والمطالبة أيضا بعزل المستشار حسام الغرياني من رئاسة الجمعية التأسيسية لفقده شرط الحيلة. موقف أعضاء الجمعية موقف أعضاء النيابة الإدارية بطنطا يأتي بالتزامن مع باقي زملائهم في المحافظات الأخرى، والذين أيضا قرروا تعليق العمل لحين الاستجابة لمطلبهم بالتمثيل في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. المستشار محمود راجح رئيس نادي النيابة الإدارية أكد أن الإضراب ليس من أجل مصالح فئوية أو مرتبات أو ترقيات، وإنما من أجل مصلحة المواطن والقضاء على الرشوة في الجهات الإدارية وفي أيضا المصالح الحكومية، وكل ما يطالبون به هو تفعيل دور هيئة النيابة الإدارية في الدستور الجديد. ولكن هناك بعض الأعضاء داخل اللجنة التأسيسية تريد تقليص دور النيابة الإدارية، واتهم المستشار أعضاء الجمعية العمومية المستشار الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية بحشد الأعضاء داخل التأسيسية من أجل التصويت ضد النيابة الإدارية وتهميش دورهم في الحقيقي. ايضا النيابه الاداريه هي الهيئه الوحيده المسؤوله عن مراقبه الموظف مهما كانت مكانته في الجهه الحكوميه، وبالتالي لابد من ارجاع ولايه التاديب للنيابه الاداريه لانها تحمي المواطن وتكافح الفساد. وبناء على هذا القرار زميل ايمن، فقد شهدت اليوم معظم النيابات والمحاكم الاداريه تعليقا للعمل على ان يكون هناك تعليق بشكل كامل للعمل بدايه من يوم الاحد القادم ولاجل غير مسمى. أشكرك شكرا جزيلا على هذا التفصيل زميلنا الصحفي محمد عوف، كنت معنا من محافظة الغربية. في دمياط ارتفعت حالات الإصابة بمرض الغدة النكافية بين طلاب المدارس بالمحافظة إلى 3 حالات بعد أن أعلن مدير عام التأمين الصحي في دمياط ظهور 2 إصابة لطالبين برودة أطفال تابعة لمدرسة الشهيد عربانو بالسرو. أيضا صرح المحافظ اللواء محمد علي فليفل بأنه تم توصيل الغاز لعدد من المدن والقرى في المحافظة، كما أشار إلى أن تغذية مصانع الطوب بالغاز من شأنه أن يحافظ على نظافة البيئة. في خبر آخر في دمياط، أكد المحافظ بأنه يجري حاليا استكمال أعمال وتشطيبات مستشفى الصحة النفسية في دمياط الجديدة، وذلك لاستيعاب حالات العلاج من الإدمان والحالات النفسية المستعصية التي تتكبد المحافظة العناء في علاجهم بمستشفيات بورسعيد أو محافظة الغربية. على الهاتف ينضم إلي زميلنا الصحفي عماد الشاذلي من دمياط. عماد أهلا بك معنا، ماذا عن ارتفاع حالات الإصابة بالغدة النكافية وهل هناك حالات إصابة جديدة؟ أيمن حتى الآن دمياط 3 حالات بعد أن تم اكتشاف حالة بين طلاب الإعدادي بمدرسة مشتركة كانت مصابة بغدة نكافية يوم الثلاثاء الماضي. اليوم على نتائج التأمين الصحي في دمياط عن اكتشاف حالتين أخرتين، وبالتالي يكون إجمالي الحالات التي تم اكتشافها 3 حالات. الحالات الأخريتين لتلميذين في مرحلة رياض الأطفال مدرسة الشهيد عربانو، تم منح التلميذين المصابين جازة وإجراء مسح شامل في منطقة الإصابة. مدير التأمين الصحي أيضا أكد أنه أصدر تعليمات للزائرات الصحيات بتغطية كافة المدارس والمتابعة الجادة
تحسبا لاكتشاف اي حاله جديده. طب بالنسبه لتصريحات المحافظ بان توصيل الغاز لمناطق بالمحافظه، ما هي المناطق التي تم توصيل الغاز لها؟ بالفعل محافظ دمياط اللواء محمد حسين سليفن اكد انه تم زياده عدد المندفعين من توصيل الغاز، تم توصيل 45,000 مشترك كمرحله اولى، تكلف هذا التوصيل 115 مليون جنيه، كذلك 27,000 مشترك تكلف ذلك 75 مليون جنيه كمرحله ثانيه. ايضا تم توصيل الغاز لمدينه كفر البطيخ ب 8000 مشترك على 18,000 مشترك في راس البر ومثلهم في دمياط الجديده. المحافظ قال ان تغذيه البطاقه تكون له عامل كبير في المحافظه على البيئه، وقال انه اصدر تعليمات بسرعه توصيل الغاز في كافه انحاء المحافظه مع البدء بمدينه عزبه البرج والشيخ درغام او خياطه والتي سيتم تغذيتها من محافظه توصيل الغاز براس البر لتغذيه البر الشرقي لنهر النيل. شكرا جزيلا لزميلنا الصحفي عماد الشاذلي، كنت معنا من دمياط. في محافظة المنوفية أعلنت هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم تعليق العمل بالنيابات وعدم حضور ممثلي للادعاء من أعضاء النيابة الإدارية لجلسات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، احتجاجا على عدم ذكر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور دور النيابة الإدارية. في المنوفية أيضا أعلن مدير مديرية التموين بالمحافظة عن حملة تموينية لضبط الحالة التموينية و إحكام وتشديد الرقابة على الأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة. من جانب آخر اعتمد دكتور محمد علي بشر محافظ المنوفية نتيجة مسابقة شغل عدد 1100 وظيفة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وذلك في إطار نسبة 5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. يذكر أن معاقي المنوفية بدأوا احتجاجاتهم منذ أكثر من عام للمطالبة بحقهم في التعيين، واعتصموا مؤخرا أمام الديوان العام المحافظة مؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. على الهاتف معنا زميلنا الصحفي محمود الحصري، أهلا بك محمود، ماذا عن الوضع لديك فيما يخص هيئة النيابة الإدارية؟ نعم أستاذ أيمن، صباح اليوم أعلنت هيئة النيابة الإدارية تعليق العمل بالنيابات وعدم حضور ممثلي الادعاء من اعضاء النيابه الاداريه في جلسات المحكمه التاديبيه بمجلس الدوله، احتجاجا على ما اسموه افصائهم من لجنه الصياغه بالجمعيات التاسيسيه للدستور. الاعضاء النيابه الاداريه بالمنوفيه طالبوا بعزل المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعيه التاسيسيه للدستور، اكدوا انه افتقد الشرط الحياديه، وطالبوا ايضا أكدوا أنهم سيرفعون دعوى قضائية بذلك أمام المحكمة المختصة، متهمينه بالتعمد في إقصاء النيابة الإدارية وعدم الاعتراف بها كهيئة قضائية لأسباب شخصية. نعم، ننتقل إلى الحملات التموينية، هل لها صدى في المحافظة؟ هل يعني تحد من هذه المخالفات في مجال التموين والسلع؟ بالفعل تحد بشكل ملحوظ في مخالفات المخابز والتموين من سلع، ولكن حتى الآن يصعب السيطرة على محطات التموين. يوميا يتم ضبط كميات كبيرة من السولار والبنزين المدعم قبل تهريبه للسوق السوداء، حيث تم تحرير اليوم محضر ضد صاحب محطة التموين سيارات تصرفه في كمية 20,000 لتر سولار و 20,000 لتر بنزين والامتناع عن بيع السولار. أيضا أثرت الحملات عن تحرير أكثر من 25 محضر لأصحاب محلات وسوبر ماركت ومطاعم على مستوى المحافظة لحيازة سلع غذائية مع جهولة المصدر ولعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة طيب النشاط. فيما يخص محمود مسابقة شغل الوظائف للمعاقين، هل هناك أي شكاوى من النتائج التي أسفرت عنها؟ الشكاوى تلخصت في تأخير إعلان النتائج وليس في النتائج. أيضا المعاقين أكدوا أن العدد 1101 وظيفة لا تغطي احتياجاتهم، ولكن بشكل مبدئي مرحب به. هذا الرقم الذي تم الإعلان عنه هي مسابقة أعلنها المحافظ السابق المستشار أشرف هلال، ولكن تأخر اعتمادها من جانب جهاز التنظيم والإدارة لأكثر من 3 أشهر، مما حدا بالمعاقين أو متحدي الإعاقة بالاعتصام وتظاهر أمام ديوان عام المحافظة وقطع الطريق للضغط على المسؤولين بالمحافظة لإنهاء هذه. هل ما زال الاعتصام مستمرا؟ مسابقات أخرى تغطي نسبة 5%. هل ما زال الاعتصام مستمرا؟
لا، الأرقام تم فضه بالأمس بعد الإعلان عن هذه عن إنهاء هذه النتيجة. أشكرك شكرا جزيلا زميلنا الصحفي محمود الحصري، كنت معنا من محافظة المنوفية. في الشرقية تصاعدت أزمة الوقود في المحافظة، حيث تكدست السيارات أمام محطات البنزين وسط بطء شديد في حركة المرور. على الهاتف معنا زميلنا الصحفي طارق لبيب. طارق أهلا بك معنا، أطلعنا أولا على آخر مستجدات الوضع لديك فيما يخص أزمة الوقود. نعم الزميل أحمد، تصاعدت أزمة الوقود في محافظة الشرقية على المستوى المراكز والمدن، حيث تكدست السيارات أمام محطات البنزين وسط بطء شديد في حركة المرور، وحدثت مشاجرات بين أصحاب السيارات والعاملين بمحطة البنزين عندما حاول أصحاب السيارات الحصول على بنزين إضافي من المحطة في جراكن، لكن القائمين على المحطة رفضوا تلبية مطالبهم. في ذات الوقت احتج عدد من أصحاب المخابز من نقص السولار المخصص لهما، مما ترتب عليها قلة إنتاجهم، وذلك بسبب تراجع المعروض في ظل ارتفاع الأسعار، على الرغم من وعود الدكتور هشام قنديل لرئيس مجلس الوزراء بحل الأزمة. وإن جانبه أكد المستشار حسن نجار محافظ الشرقية لقناة الجزيرة مباشر مصر بأنه يوجد نقص كبير في الكمية الواردة من السولار والبنزين للمحافظة الشرقية بواقع 31% من الحصة المقررة للمحافظة. وأضاف محافظ الشرقية لقناة الجزيرة مباشر مصر بأن وزير البترول وعد بحل هذه المشكلة والأزمة على مستوى محافظات مصر خلال 48 ساعة، كما طلب محافظ الشرقية بتقرير يومي عن الكميات والحصص التي تم تسليمها يوميا لمحطات الوقود، وإبلاغ شركات البترول بالمناطق التي تعاني من انخفاض كميات السولار، مع تخصيص رصيد استراتيجي من السولار لكل مخبز يكفي لمدة 10 أيام. شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي طارق لبيب، كنت معنا من محافظة الشرقية. ننتقل إلى كفر الشيخ، حيث قرر رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الأرز بالمحافظة تعيين مدير عام جديد لمضرب أرز العبور بكفر الشيخ، خلفا للمدير السابق الذي تم نقله للعمل الإداري بسبب تحفظ الرقابة التموينية ومراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية على نحو 198 طنا من الأرز التموني المدعم غير صالح للاستهلاك الآدمي. معنا على الهاتف زميلنا الصحفي أحمد عشري. أحمد أهلا بك معنا، كيف تم اكتشاف واقعة الأرز الفاسد هذه؟ وصلت معلومات لمديرية التموين وتحديدا الرقابة التموينية بالمديرية عن وجود كميات مخزنة من الأرز الفاسد غير الصالح للاستهلاك الآدمي، والذي يحتوي على حشرات ودود وسوس به. هذه الكميات كانت معدة للوصول إلى المستهلكين في البطاقات التموينية بالمحافظة، فقامت قوة من مديرية تموين كفر الشيخ، حملة من مديرية تموين كفر الشيخ برئاسة المهندس فوزي عبد العزيز وكيل الوزارة ومدير الإدارة وبعض مفتشي التموين، وداهمت مقر مضرب العبور بكفر الشيخ وهو مضرب حكومي، حيث تم التحفظ على كمية أكثر من 198 طن من الأرز الفاسد، وتم أرز عينة منه إلى معامل وزارة الصحة بالقاهرة، والذي ثبتت نتيجة التحاليل فيها أن الأرز غير صالح للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين في الصوامع وما خلاف ذلك. فأمر مدير شركة مضارب كفر الشيخ بإقالة مدير المضرب الذي تم التحفظ عليه وتعيين آخر بسبب هذه الواقعة، وتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق فيه نظرا لخطورة هذا الأمر على صحة المستهلكين. شكرا جزيلا زميلنا الصحفي أحمد عشري، كنت معنا من كفر الشيخ. إلى محافظة الفيوم، حيث شهد مكتب البريد بالمحافظة اليوم إضرابا شاملا عن العمل بسبب قيام مباحث البريد في المحافظة بإلقاء القبض على أحد العاملين بالمكتب لوجود أخطاء وتجاوزات في إحدى الحوالات البريدية التي تم صرفها. من ناحية أخرى، عقد المهندس أحمد علي أحمد المحافظ اجتماعا لمناقشة مشكلات الخبز ووضع حلول لها. على الهاتف معنا من محافظة الفيوم الزميلة الصحفية هيام عزام. هيام أهلا بك معنا، وما هي أسباب القبض على موظف البريد؟ كيف كان الحادث؟ نعم أستاذ أيمن، كما ذكر لنا بعض موظفي البريد أنهم فوجئوا بقيام مباحث بريد الفيوم صباح اليوم بالقبض على أحد العاملين بالمكتب والمسؤول عن شباك الحوالات الفورية، بناء على مذكرة من مفتش رئاسة هيئة البريد بالقاهرة بوجود أخطاء وتجاوزات في إحدى الحوالات البريدية التي تم صرفها في يوم 24 أبريل 2011. أيضا العاملين اعترضوا على ذلك وقاموا بتوقف العمل تماما بالمكتب،
منذ الصباح الباكر، خاصة شباك التوفيرات والحوالات الفورية وبيع الطوابع والدمغات أمام الجماهير، حيث وقف العاملين أمام الباب الخلفي للمكتب والبعض الآخر تواجد في المكتب دون تقديم أي خدمة للجماهير. طلب جميع العاملين بالإفراج عن زميلهم فورا من سرايا النيابة، نظرا لأنه كما أكد لنا أنه من أكثر العاملين بالمكتب بشهادات تقدير، وحصل أيضا على شهادات تقدير من مفتش رئيس الهيئة أثناء مراجعة أعماله. أعلام الأهالي أيضا أهالي الفيوم أثناء تواجدهم بالطوابير أمام المكتب عن استيائهم من الاعتصام بعد توقف كافة أعمال الأعمال الخاصة بالبريد عن صرف الحوالات وتسجيل خطابات وشراء وطوابع، خاصة أن هذا المكتب الذي اعتصم العاملين به هو المكتب الرئيسي لمحافظة الفيوم. بالنسبة لاجتماع المحافظ لمناقشة مشكلات الخبز، هل أثمر عن قرارات؟ بالفعل تم خلال الاجتماع مناقشة مشكلات مطاحن قطة وأيضا دار السلام ومطاحن الآلي من حيث زيادة قيمة الفاتورة بمطاحن القطاع الخاص سواء قطة أو السلام بفارق جنيهان عن المطاحن الآلي، إلى جانب انخفاض جودة الدقيق الصادر من تلك المطاحن بسبب قلة الصيانة وعدم وجود رقابة على تلك المطاحن، حيث لم يتم تحرير محاضر ضدهم منذ عامين. وأيضا كلف المهندس المحافظ أحمد علي أحمد وكيل مديرية التموين بتفعيل وتكثيف الرقابة من خلال القيام بحملات على المطاحن على فترات متفرقة بمرافق من يرافقه مندوب من شعبة المخابز ومباحث التموين، وأخذ عينات دقيق من المطاحن خلال الورديات المختلفة للتأكيد على جودتها وسلامتها، وأيضا صيانة المطاحن. كما طلب أيضا المحافظ خلال اللقاء من المسؤولين بالمديريه بمراجعه فواتير مطاحن قطه وايضا السلام وتشديد الرقابه عليهم. شكرا جزيلا لك على هذا التفصيل هيام عزام الصحفيه، كنت معنا من محافظه الفيوم. في محافظه الاسماعيليه تصاعدت ازمه الوقود مع نقص حاد في كميات الوقود بكافه انواعها من السولار والبنزين وبنزين 80 و90 التي تصل الى محطات الوقود الرئيسيه والفرعيه وعلى مستوى المحافظة. في خبر آخر، قال الدكتور إبراهيم الدسوقي مدير الطب الوقائي في مديرية الصحة بالمحافظة إن 15 إصابة بالغدة النكافية ظهرت للمرة الأولى منذ بدء انتشار المرض بالمحافظات المصرية الأخرى. وقال الدسوقي إن الإصابات تتركز في التل الكبير وفايد والقصصين ومدينة الإسماعيلية، وأغلبيتها بين تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية. على الهاتف للمزيد من التفاصيل زميلنا الصحفي يسري محمد. يسري أهلا بك معنا. أولا، هل الأسباب وراء تصاعد الأزمة أزمة الوقود في المحافظة؟ نعم أيمن، أسباب التصاعد هي نقص الكميات التي تصل إلى معظم محطات الوقود داخل محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى ما يؤكد المسؤولين داخل المحافظة بأن ذلك يرجع أيضا إلى عمليات تهريب الوقود التي تتم من محافظة الإسماعيلية إلى قطاع غزة عبر معديات وعبر جسر قناة السويس تتجه نحو سيناء، ومنها يتم تهريبها إلى القطاع عبر الأنفاق. لكن بشكل عام هي المشكلة الأساسية هي نقص بالفعل الكميات التي تصل لمعظم المحطات خلال الفترة الماضية. هذه الأزمة هي تتصاعد من يوم بعد يوم، بدأت منذ نحو أسبوع تقريبا وهي لا زالت مستمرة حتى الآن، تظهر أيضا بوضوح وبقوة داخل القطاع الريفي من محافظة الإسماعيلية، حيث يكثر استهلاك السولار في عمليات إدارة الشاحنات وأيضا في عمليات تشغيل الآلات الزراعية، وبالتالي المشكلة هناك تزداد بشكل أكبر من داخل مدينة الإسماعيلية نفسها. لكن داخل المدينة تظهر بوضوح امتداد التوابير على كافة الشوارع الرئيسية، مما يتسبب عادة في إعاقة حركة المرور من معظم هذه المحطات. طيب يسري، ننتقل إلى الجهود لمواجهة انتشار مرض الغدة النكافية بين طلبة المدارس. نعم، حتى الآن بالفعل هناك جهود تبذل من جانب إدارة الطب الوقائي داخل مديرية الصحة بالإسماعيلية من أجل محاصرة هذا المرض الذي ظهر للمرة الأولى داخل محافظة الإسماعيلية منذ بدء انتشاره في عدة محافظات أخرى. هناك محاولات لنشر مزيدا من التعريف بالمرض وأيضا التعريف بالاحتياطات اللازمة من أجل تجنب الإصابة به. هل يعني عدد الإصابات ما زالت ثابتة عند الرقم 15؟
حتى الآن بالفعل أيمن هي ثابتة عند الرقم 15، ولكن من الواضح أنها نسبتها الأعلى هي في مدينة التل الكبير، تصل نسبة الإصابة فيها إلى 9 إصابات بالإضافة إلى 4 إصابات داخل مدينة الإسماعيلية، وإصابة واحدة في كل من مدينة فايد وأيضا مدينة القصاصين. لكن هناك توقعات بالفعل بأن هذا العدد سيزداد، لأن هذا المرض ينتقل عن طريق الرذاذ بين التلاميذ، ونتيجة لارتفاع كثافة الفصول في معظم مدارس الإسماعيلية، فأن يعني نسبة الإصابة به قد ترتفع بالفعل خلال الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي يسري محمد، كنت معنا من محافظة إسماعيلية التي ننتقل منها إلى محافظة أسيوط، حيث قرر أعضاء نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية تعليق جميع الأعمال في القضايا المنظورة بالنيابات الإدارية والإضراب عن العمل وعدم حضور ممثلين من النيابات، احتجاجا على قرارات اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بإقصاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة عن المشاركة في لجنة صياغة الدستور وتجاهل مطالبهم. جاء ذلك خلال مؤتمر لنادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية بحضور جميع الأعضاء. معنا على الهاتف الصحفي يونس درويش، أهلا بك يا يونس، ما هي مستجدات الوضع لديك فيما يخص إضراب مستشاري هيئة النيابة الإدارية؟ نعم زميل أيمن، قرر أعضاء نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية بأسيوط تعليق جميع الأعمال في القضايا المنظورة بالنيابات الإدارية والإضراب عن العمل وعدم حضور ممثلين من النيابات، احتجاجا على قرار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بإقصاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة عن المشاركة في لجنة صياغة الدستور وتجاهل مطالبهم. زميل أيمن، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية بأسيوط بحضور جميع أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وانتقد المستشار خالد دخيت رئيس نادي النيابة الإدارية بأسيوط إخفاء المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لاختصاصات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة دون مبرر أو شفافية، مستنكرا ما انتهت إليه الجمعية من رئاسة الجمعية التأسيسية من إخفاء النيابة الإدارية من تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. على الجانب الآخر، اتهم المستشار محمد البطران عضو مجلس إدارة النادي اللجنة التأسيسية بمحاباة طائفة وهيئة على الأخرى في لجنة صياغة الدستور، موضحا أن التاريخ سوف يسجل لرئيس اللجنة التأسيسية وأعضاء اللجنة التأسيسية انتقاصهم لطوائف وحقوق المصريين في الدستور الجديد. إذن أشكرك شكرا جزيلا زميلنا الصحفي يونس درويش، كنت معنا من محافظة أسيوط. إلى محافظة المنيا، حيث طالبت حركة شباب الثورة المحافظ بضرورة تنفيذ وعوده في القضاء على الأزمات التي تعاني منها المحافظة. وقد أصدرت حركة شباب الثورة بيانا تؤكد فيه استمرار الأزمات دون أي جديد. معنا على الهاتف زميلنا الصحفي حسن عبد الغفار. حسن، أهلا بك معنا. أولا، ما هي أهم المحاور التي تركز حولها بيان شباب الثورة؟ بالفعل أصدر اليوم حركة شباب الثورة بالمنيا بيانا طالبوا فيه محافظ المنيا بتنفيذ وعوده التي أطلقها إبان توليه منصب المحافظ، وهي التي ارتكزت حول القضاء على مشكلة السولار والبنزين ونظافة الشوارع والقضاء على البطالة. الشباب الثورة في بيانهم أكدوا أن هذه الأزمات ما زالت مستمرة وأنه لا يوجد جديد قدمه المحافظ حتى الآن من أجل أن يشعر به المواطن العادي، فما زالت الأزمات مستمرة سواء أزمة الوقود أو عدم وجود نظافة في الشوارع أو أوام أمام المدارس. كما طلبوا المحافظ أيضا بالمساواة في المعاملة بين القوى السياسية والقوى الثورية الموجودة بالمحافظة، والتأكيد على الدور الفعلي لشباب الثورة أو شباب الائتلافات أو الحركات في مراقبة العمل التنفيذي الذي يجري في المحافظة. كما أكدوا أيضا على ضرورة تفعيل دور هؤلاء الشباب والتعاون معهم في القضاء على المشكلات التي تعاني منها المحافظة طوال الشهور الماضية. كما استنكر أيضا البيان ما تردد حول قيام المحافظة بتكريم عدد من المحافظين السابقين، وأكدوا فيها أن المحافظين السابقين كانوا ما هم إلا منفذي لبرنامج الرئيس السابق، وإذا كان هناك تكريم فليكن للرئيس السابق وليس
للمحافظين الذين كانوا ينفذون هذا البرنامج، كما أكدوا أيضا على ضرورة أن يقوم المحافظ بدوره الفعال في حل المشكلات القائمة بالمحافظة وإيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها المحافظة في الأيام القادمة، حتى يشعر المواطن بأن هناك جديد. وطلبوه أيضا بتطهير المصالح والهيئات الحكومية من زراعة النظام السابق، لأنهم حتى الآن يسيطرون على مجريات الأمور داخل المحافظة حسب ما ورد بالبيان. أشكرك شكرا جزيلا زميلنا الصحفي حسن عبد الغفار، كنت معنا من محافظة المنيا. ننتقل إلى محافظة قنا، حيث أصيب 3 أشخاص بمرض الغدة النكافية بالمحافظة ليصبح عدد المصابين 16 حالة منذ بداية ظهور المرض. ما دفع أولياء الأمور لمنع أبنائهم من حضور المدارس في عدد من المناطق المنتشر بها المرض لتؤثر على حالة العمل بالمدارس؟ كذلك شكل مرضى داخل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أبو طشت المركزي من تردي الخدمات الطبية بالوحدة وعدم وجود طبيب بها، رغم تقديم العديد من الشكاوى لدى المسؤولين وزيارة لجنة من وزارة الصحة إلى هذه المستشفى قبل ذلك. معنا على الهاتف زميلتنا الصحفية هيام الوكيل. هيام أهلا بك معنا، كيف هو الوضع الصحي لديك فيما يخص انتشار حالات الإصابة بالغدة النكافية هيام؟ نعم زميل أيمن، يعني أود أن أوضح أن عدد الحالات التي أصيبت هي 4 حالات لتصبح الحصيلة هي 17 حالة من المصابين بمرض التهاب الغدة النكافية. صرح وكيل وزارة الصحة دكتور ممدوح قاسم أن هناك إجراءات احترازية تقوم بها مديرية الصحة تجاه الطلاب والتلاميذ بالمدارس، ولكن يعني هذه الإجراءات لم تكون قاصرة على الحد من انتشار المرض بشكل كبير، فهناك ظهور لهذه الحالات، هذا أثر بشكل سلبي على حضور الطلاب والتلاميذ للمدارس ودفع أولياء الأمور إلى منع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس، خاصة في المناطق التي ينتشر بها المرض، وتحديدا كانت بالمنطقة الشمالية من المحافظة وهي الوقف وأبو تشت وديشنا ونجح حمادي وهناك بعض المدارس بمدينة قنا. يعني هذه الحالات ربما يكون هناك إجراءات أكثر يعني لمنع انتشار هذا المرض، ولكن هذا وفق تصريحات الدكتور ممدوح قاسم وكيل وزارة الصحة أن هناك إجراءات احترازية من خلال طبيب الوحدة الصحية الذي يتوجه للمدارس يوميا لمتابعة الحالات وتسجيلها. هذه الحالات التي تم تسجيلها الزميل أيمن ربما تكون هناك حالات لم يتم تسجيلها واختار مديرية الصحة بهذه الحالات. طب هيام، بالنسبة لشكاوى المرضى في مستشفى أبو طشت، ما هي أسبابها؟ نعم الزميل أيمن، هذه المستشفى يعني الشكاوى بها عديدة جدا. هذه المستشفى لا يوجد بها عدد كافي من الأطباء، لا يوجد بها خدمات طبية وصحية وهي أدنى حقوق المواطن في محافظة قنا وعلى مستوى جمهورية مصر العربية. يعني هذه الحقوق لم تكن متاحة بهذه المستشفى، المبنى متهالك للغاية، هناك مبنى كلف الملايين ولكن لم يتم الانتهاء منه لأنه توقف على آلاف الجنيهات أو مئات الآلاف فقط، ولكن هناك خدمات طبية لم تكن موجودة على الإطلاق مثل البنج. هناك شاهدنا منذ قبل أن عملية تجرى داخل غرفة العمليات دون تعقيم، وهذه العملية لابد أن يكون المتواجد هو الطبيب والممرضات أو الممرضون فقط، ولكن طيب كان أهل المريض. نعم، لكن كان هناك زيارة للجنة من وزارة الصحة إلى هذه المستشفى، ألم تقف هذه الزيارة على بعض هذه السلبيات أو كل هذه السلبيات لمعالجتها؟ بالفعل هي توقفت على هذه السلبيات زميل أيمن. نحن يعني سبق لنا أن بالفعل عملنا تقرير على هذه المستشفى ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر مصر سوء حالة المستشفى، وأن المطبخ يتواجد بجوار مواسير الصرف الصحي وأن لا مكان للمرضى، وبالفعل توجهت لجنة من الوزارة للمستشفى وتوجه المسؤولين للمستشفى وتم تسجيل جميع البيانات وما هو مطلوب لهذه المستشفى، ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل أي شيء. فنحن نعاني من أن هناك روتين يعني يحدث دائما من قبل الحكومات، ولكن لم يتم تفعيل أي قرار أو أي إجراءات نجدها تطبق على أرض الواقع. أشكرك شكرا جزيلا زميلتنا الصحفية هيام الوكيل.
كانت معنا من محافظة قنا، ننتقل منها إلى محافظة البحر الأحمر، حيث أغلق مئات الشباب ميدان الدهار وميدان السقالة احتجاجا على عدم الحصول على أراضي خصصتها لهم المحافظة، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور وإصابتها بالشلل التام. واضطرت إدارة المرور إلى تحويل مسار السيارات للشوارع الجانبية. في سياق آخر، وصلت لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى إلى المحافظة وتفقدت سير العمل في ميناءي سفاجة والغردقة، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للركاب بتكلفة تقديرية تبلغ 150 مليون جنيه. معنا على الهاتف زميلنا الصحفي كمال رشاد لتفصيل هذه الأخبار. كمال، أهلا بك معنا. ما هي أسباب احتجاج الشباب في ميدان الدهار وميدان السقالة؟ هؤلاء الشباب أيمن حصلوا على وعود من قبل على تسليمهم أرض خصصت لهم، وانتهت أعمال عمليات الفرز الطلبات المقدمة منهم، وانتهت اللجنة من أعمالها، وتم تحديد أسماء المستحقين، ولكن حتى الآن لم يتسلموها. الآن هناك محاولات تجرى لإنهاء الأزمة بعد تدخل الحكماء وقيادات الأمن لإقناع هؤلاء الشباب المحتج الذين قاموا بإغلاق أكبر ميادين مدينة الغردقة. أيضا اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر أعلن وقال منذ قليل أنه سوف يعلن أسماء المستحقين لهؤلاء من هؤلاء الشباب في موعد قبل 14 من هذا الشهر، وقال أن هذه الأسماء التي تعلن كانت بكامل الشفافية وكانت تضم أعضاء من مجلس الشورى وعضو سابق من مجلس الشعب أيضا من بعض هؤلاء الشباب، وقال أنه يريد أن يأخذ كل شاب حقه وليس بغلق الميادين. هؤلاء الشباب أيمن ما زالوا يغلقون ميدان الدهار من أربع اتجاهات، ولذلك أعاقوا حركة المرور. اضطرت إدارة المرور كما ذكرت إلى تحويل مسار السيارات للشوارع الجانبية لتيسير حركة السير. ننتقل معك إلى أسباب زيارة لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة لمجلس الشورى لزيارة الميناء أي سفاجة والغردقة. نعم، عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى برئاسة محمد صادق وبحضور 13 عضوا من اللجنة بالإضافة إلى أعضاء الشورى بمحافظة قنا البحر الأحمر، اجتمعوا مع اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر الذي أكد للجنة أن إمكانيات المحافظة متاحة لأي مشروعات تخدم المحافظة من تطوير مواني ورصف وازدواج طرق وغيرها. أيضا رئيس اللجنة أيمن قال أن المواني تحتاج إلى تطوير وليس البناء لتحقيق عائد اقتصادي من خلال الإمكانيات المتاحة، مؤكدا أمام الحضور أن مشروع تنمية الصعيد لا بد أن يحدث قريبا حتى يربط محافظة الصعيد أيضا بمحافظة البحر الأحمر. نواب الشورى بالمحافظة طالبوا خلال الاجتماع تطوير ميناء سفاجة ليصبح مجرى ملاحي يربط أفريقيا عن طريق قناة السويس بدول بأفريقيا وأيضا دول الخليج عبر الميناء سفاجة. كانت اللجنة قبل هذا الاجتماع تفقدت ميناء أي سفاجة والغردقة البحريان، وبلغت طبقا لكلام محمد عبد القادر رئيس هيئة المواني البحر الأحمر الذي حضر أيضا اللقاء أن تكلفة التطوير لميناء سفاجة بلغت 150 مليون، أيضا بلغت أطواء أعمال التطوير في ميناء الغردقة 100 مليون. أشكرك شكرا جزيلا على هذا التفصيل، زميلنا الصحفي كمال رشاد كنت معنا من محافظة البحر الأحمر، والتي نختتم بها هذه الجولة الإخبارية التي كانت في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية. على رأس الساعة نأتيكم بموجز لأهم وآخر الأخبار، بعده تتواصل التغطية، فابقوا معنا.